مساء الخير، بنرحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي. مساء الخير كابتن هاني وجميع الضيوف، أشكركم شكرا جزيلا لاستضافتي. كله تمام أعتقد، آمل أن يكون كل شيء تمام. احنا طبعا سعداء بوجودك معانا هنا على شاشة قناة النادي الأهلي. عايزين سريعا نعرف رأيك في لغاية دلوقتي في أمم أوروبا 2020، رأيك في المستوى العام لهذه البطولة لغاية دلوقتي. أعتقد أن الفرق الكبيرة مثل فرنسا وأسبانيا وهولندا وألمانيا وبلجيكا جميعهم أدوا أداء هايل وفازوا بالمباريات الأولى، وأعتقد أن في المباريات الثانية ستظهر إمكانيات الفرق، وسنرى من الفرق التي ستتقدم. فإيطاليا أدت أداء متميز، وهو شيء مثير للاهتمام أن نرى كل يوم الفرق تقدم أداء رائع. أكيد هيكون لي تعليق خاص جدا ومشاهدة خاصة جدا لفوز هولندا 3-2، أعتقد كان فوز مهم جدا للمنتخب الهولندي، كان مباراة كبيرة. نعرف برضو رأيه في أداء المنتخب الهولندي وحظوظه أو إمكانيات حصول المنتخب الهولندي على اليورو 2020. أعتقد أن البداية بداية المباراة لم تكن جيدة، فقد كانوا يحاولون إحراز أهداف، ولكن ربما في الجزء الثاني في النصف الثاني من المباراة استطاعوا أن يتقدموا، ولكني كنت صدمت لإحرازهم هذه الأهداف سريعا. وأشكر شكرا جزيلا بالتأكيد فرانك ديبور على تقديمه هذا الأداء الرائع، ولكن لا يمكن له أن يسمح لفرق أخرى أن تفوز عليه، فعلينا أن نقدم أداء أفضل ونقدم دفاع أفضل ربما في المباريات القادمة. ولكن أعتقد أن فرانك ديبور يقوم بعمل جيد في بناء الفريق وتطوير إمكانياته وأيضا تقوية دفاعاته. طبعا المباراة اللي جاية أمام منتخب النمسا مباراة كمان مهمة جدا جدا، من رأيك إيه اللي ممكن يقدمه المنتخب الهولندي للفوز بهذه المباراة، وطبعا بعد فوزه يتأهل أو يضمن التأهل للدور الثمانية؟ أعتقد أن عليهم أن يقدموا أداء أهم فيما يتعلق بالدفاع، خاصة لأن الدفاع هناك مشاكل، يجب عليهم أن يقدموا ويحسنوا من خطوط الدفاع لديهم، فأعتقد أنهم سيقدمون أداء هائل، وسيكون هناك بعض الحظوظ وربما بعض التعديلات في خطوط الدفاع، وسيقدمون أداء رائع، وأنا لدي شعور إيجابي فيما يتعلق بمباراة اليوم. مستر مارك، إيه أكتر حاجة لفتت نظرك لغاية دلوقتي في هذه البطولة على المستوى الفني، على المستوى التكتيكي لبعض الفرق؟ بنشوف فرق بتظهر بمستوى رائع جدا، إيه الجديد في عالم التدريب شفته من خلال اليورو 2020؟ أعتقد أن كل الفرق استطاعوا أن يبنوا أنفسهم. الدنمارك اليوم للأسف خسرت، وبلجيكا خسرت أيضا، ولكنهم يحاولون بناء أنفسهم مرة أخرى، وهناك الكثير من المجازفات، ولكن الفرق الجيدة الكبيرة فقط هي التي تستطيع أن تبني نفسها من الأخطاء وتستفيد من أخطائها. هناك بعض المجازفات بالتأكيد، لأن الخطأ الواحد يمكن أن يؤدي إلى أخطاء أخرى، فرأينا اليوم مباراة في خطأ في الدنمارك، وكانت بعض هناك أيضا الأخطاء الأخرى، ولكن هناك فرق ستقوم بمهاجمة مثل فرنسا تعتمد على الهجوم، فلديهم مهاجمين رائعين في الحقيقة، فأعتقد أن هذه هي النقط التي لاحظتها في الأسبوع الأول. كل الناس بنتكلم على فرانك ديبور، طبعا تقييمه الفني ليه ده جزء، والجزء الاخر من السؤال كمان تقييمه المانشيني، مانشيني اللي يمكن كل اوروبا بتتكلم انه ظهر بشكل او اظهر المنتخب الايطالي بشكل مختلف، اعرف رايك برضو في هذه النقطتين. فرانك ديبور هو مدرب المنتخب الوطني، وكانت لديه مهمة صعبة جدا، ف
فكانت لديه الكثير من النقاط التي كان يجب عليه أن يتدارجها في المباريات الماضية، فاستطاع أن يغير من طريقة اللعب التقليدية ويقدم خطط دفاعية أكثر ويساعد في حماية خطوطه، ولكن أعتقد بشكل عام أن هناك جزء كبير جدا من المباراة كانت تسير على شكل جيد وعلى نحو جيد، وكانت هناك خطط بديلة وضعها. أما الجزء الآخر من السؤال، ظهور إيطاليا بشكل مختلف عن يمكن اللي ظهرت به يمكن السنوات اللي فاتت، طبعا غياب عن كأس العالم اللي فات، لكن ظهرت بشكل أكتر من رائع. رأيه إيه كمان في مانشيني والشكل اللي ظهرت به إيطاليا من خلال المباراتين اللي فاتوا؟ مانشيني لم كان رائع، أكثر من رائع، كان استطاع أن يغير في المباراة الإيطالية، استطاع أن يهاجم بصورة جيدة ويضغط بصورة كبيرة جدا ويهاجم أيضا مع بقية اللاعبين. أنا أحب كثيرا الطريقة التي تلعب بها إيطاليا وأيضا اللاعبين المتميزين مثل باريلا وغيرهم، هناك لاعبين جيدين في صفوف إيطاليا، وأعتقد أن مانشيني سيستطيع أن يذهب إلى النهائيات ربما، فأنا أقدر طريقتهم. ترشيحك لأربع فرق يكونوا موجودين في المربع الذهبي أو الوصول لمباراة قبل النهائي، يرشح مين من الفرق لغاية دلوقتي حسب مجريات الأمور أو حسب مباريات المجموعة لغاية دلوقتي، مين الأربع فرق اللي ترشحهم لمباراة أو للمربع الذهبي؟ أعتقد أن بالتأكيد إيطاليا وفرنسا سيذهبون إلى النهائي، أعتقد أيضا أن بلجيكا ستكون مفاجأة هذه البطولة حيث أنهم لم يصلوا إلى النهائي من قبل، وأعتقد أن ربما الفريق الرابع ستكون ألمانيا، هولندا، لست متأكدا فيما يتعلق بالفريق الرابع، ولكن الفرق التي تحدثت عنها بالتأكيد ستصل، فبالتأكيد إيطاليا وفرنسا سيصلون إلى النهائي 100%. كوتش مارك فوتا، بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا في قناة النادي الأهلي، وإن شاء الله لقاءات قادمة مع النجم الكبير مارك فوتا.